عايز اقول سنه صغير ديت دايما احنا بنتكلم ان اللعيب ال 23 ولا 24 سنه صغير، لكن انا بتكلم على حارس مرمى سنه صغير. ادي كوره خطيره خطيره جدا واتلعبت عرضيه وجوه جول جوه جول، يا 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 خطأ قاتل من حارس المرمى رمضان مصطفى، اتقطعت منه الكوره وخدها. يا ولد يا عمر يا جابر، خد كوره وعمل، يا ولد يا لعيب، انقض عليه في توقيت مناسب جدا وعمل الضغط عليه، غلطه وخد الكوره. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عمر يا جابر، قبل ما اوباما اللي جاب الجول. بص الكوره، بص الكوره اهي البينيه رجعت، هو بقى ما وقفش هنا، كان ممكن يقف، كمل كمل وضغط وخد الكوره ولعبها العرضيه. يا ولد حطها على طول يوسف اوباما في المرمى، اتخبط وهو بيحط الكوره، لكن عاجبني قوي اصرار عمر جابر. ما شاء الله مستواه بيتطور ومستواه بيرجع بشكل كبير جدا، يعني كان ناس كتير قوي اعتقدوا ان يعني عمر جابر خلاص مش هيرجع للفورمه الكبيره، لكن السنه دي الحقيقه رجع لفورمه كبيره جدا. شوفوا اي لعيب تاني كان رجعت الكره لحارس المرمى، الراجل خلاص بقى بدل ما يتعب نفسه خلاص، لا ده جري وضغط وقطع الكره من رمضان، لعبها عرضيه على طول ليوسف اوباما اللي رايح على الايمن بعيد.